السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. بمناسبة دخول فصل الصيف وبمناسبة يعني الحرارة هذه اللي كاينة في فاس ومكناس يعني في المدن ديال الداخل يعني الإخوان يعني بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو ديال هذا المسبح هذا يعني اللي كيتواجد يعني في مدينة فاس الإخوان. يعني واحد المسبح اللي يعني عائلي ومسبح اللي يعني الثمن ديالو واحد الثمن اللي رمزي والثمن في المتناول ديال الجميع. هذا المسبح هذا الإخوان يعني راه قريب من مدينة فاس يعني راه معروف هذا المسبح ديال باب فاس يعني راه معروف حدا عين الله يعني تحت عين الله يعني هذا المسبح هذا راه معروف. اللي بغى المسبح راه غادي نخليو له الموقع ديال المسبح الاخوان في الوصف الاخوان. المهم هذا المسبح هذا يعني اللي نقدر نقول لكم الاخوان هذا المسبح هذا بالنسبه اللي بغى يجي له يعني مسبح مقارنه بالثمن ديالو مقارنه بالاثمنه الباهظه اللي في هنايا في مدينه فاس يعني ديال المسابح يعني راه مسبح في المتناول ومسبح يعني الاخوان يعني عائلي يعني مسبح محترم وكبير يعني متساع عندك فين تجلس عندك كاين الظل يعني اللي بغى عنده وليداتو وتتامن كيتعاملوا يعني بحال هكا لك انت جايب معك وليداتك واحد ثلاثه ولا هذا كيتخلصوا تقريبا غير في واحد ويقدروا ما يتخلصوش عندك كاع في الدراري الصغار في الايام يعني بحال هذا النهار حنا دينا معنا واحد البرهوش يعني واحد الدريري صغير معنا يعني ما تخلصوش في هذا يعني هذا كيتعاملوا في الحوايج هادو. الثمن ديالو تقريبا 80 درهم الاخوان يعني ثمن مزيان ماشي كنقولوا مزيان يعني راه مزيان ولكن مقارنه بالمسابح يعني بحال الجوهره الخضراء اولا مسبح شيبو هاد المسابح هادو اللي كيوصلوا ل 200 درهم يعني في مدينه فاس الصراحه يعني واحد الثمن اللي بزاف اللي ماشي في المتناول ديال الانسان البسيط يعني كما كتشوفوا الاخوان. المسبح هو في الجهه ديال الدراري الصغار فيه جوج جهات ديال الدراري الصغار كما كتشوفوا يعني الا عندك وليداتك صغار تجيبهم تكون هاني منهم هذه الناحيه هذه كما كتشوفوا الاخوان. وحتى من الناحيه ديال النقاء الاخوان يعني واحد المسبح يعني اللي نقي بزاف الاخوان كما كتشوفوا الاخوان. وهذا راه ماشي اشاره الاخوان هذا راه يعني حنا جينا لهنا قلنا حنا جينا نصوروا شي فيديو هذا هو اللي كاين يعني هاد الناس هادو راه على ما اشهار ما حتى شي حاجه لهذا المسبح هذا انا ديجا اي مسبح مشيت له كندير فيه فيديو هذا هو اللي كاين الخوت. وهذا المسبح هذا كما كتشوفوا الاخوه راه كيديروا فيه مسابقات يعني واحد المسابقات اللي زوينين يعني بالنسبه للدراري اللي عندهم مع التراكسيون اللي عندهم مع الجونغلاج يعني كيديروا واحد المسابقات على يعني كتاخذ يعني اللي يربح في ديك المسابقه كيربح يعني تذكره ديال اسبوع يعني اللي يربح بحال بعد السباق هذا هو كيخرجوا الناس يعني بواحد الوقيته ملي كدير ديك الربعه ولا ثلاثه ديال العشيه كيبداو الاغلبيه ديال المسابقات كيديروا مسابقات على التذاكر ديال اسبوع يعني اللي يربح كيربح تذكره ديال اسبوع الاخوان. يعني المهم مسبح زوين وغادي يعجبك الا جيتي غادي يعجبك. خلاص من ناحيه ديال الاكل يعني بغيتي تجيب معاك الاكل ماشي بحال شي مسابح اللي كتمشي كيقول لك ممنوع تجيب معاك الاكل يعني بغيتي تجيب معاك الاكل جيب بغيتي تاخذ الاكل من هنا وتتامن مزيان يعني تتامن ديال الماكله عندهم هنايا مزيانه الصراحه الله. وهذا هو اللي كاين الاخوان. عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده وما تنساوناش بشي لايك للفيديو الاخوان. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.